السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ ايوا الحمد لله، داكشي اللي بغينا. ومرحبا بكم عاوتاني في مسلسل الانتدابات اللي كنظن انه من احسن السيريات اللي تفرج فيهم، وفين يبان شي بريزن بريك ولا لا كازا. مسلسل الانتدابات ديال الراجا اللي كتلعب فيه الراجا والمكتب دور البطوله الى جانب بعض الممثلين العالميين. هذا المسلسل اللي لقى اقبال كبير من الجمهور وخد تقييم ديال 9.99 في بزاف ديال المواقع العالميه. المسلسل خرج على غفله الواجهه، ولحد الان المخرج براسه ما عارف شحال غادي تخرج ليه من الحلقه، اصلا ما كاينش المخرج. المهم باش ما نطولش عليكم ونحرق عليكم في الاحداث، خلي لي داك لايك، نحاولوا نوصلوا هذا الفيديو للماكسيموم ديال لي لايك. حط حداك شي قليه وشي قرعه الماء بارده مع الصهد والعطش، عطينا مره شي كاس الله يحفظك وجر معك ديك الصمته، ويلا ندخلوا العامر عرب الرعب. الحلقة ديال اليوم كان فيها بزاف ديال الاكشن، دوك الشخصيات الثانوية اللي ديما كبرزوا البطل وكيديروا ليه العصا في الروايده، وغالبا في الاخر ديال المسلسل كيسلخهم البطل. هاد الشخصيات اللي ديما كيكون وراهم البوس هو ستاج الاخر، هو اللي كيحكم فيهم وكيقول لهم شنو يديروا وشنو ما يديروش. ما علينا، هذا واحد من هاد الشخصيات اللي هو الفقيه او الكفيل، راه عنده بزاف ديال الالقاب، القاب سميات زعما ماشي بطولات. هاد السير فقيه اللي واقف في وجه اللاعب عبد الحق عسال، عسال مدافع شباب المحمدية ولد كازا بالضبط البرنوصي، راه جاوي الدم والاصل. عسال جاو جوج عروض من عند الوداد هاد العام وبجوج مرفضهم اللاعب، وكان كيتسنى يجي عرض من فريق الام. المكتب ديال الراجا صيفط عرض اللاعب وفريق شباب المحمدية، ناض السير فقيه رفض العرض وبدا كيلح على اللاعب باش يسيني في الغريم. السير فقيه كيستغل الكونطرا ديال اللاعب مع شباب المحمدية اللي كيمتد حتى 2024 باش يدير فيه ما بغا. السيك راه سيد بنادم قبل ما يكون لعاب، وهذا موضوع خاص تدخل فيه الجميع الا كانت فعلا كتدافع على الحقوق ديال النوادي المغربية بشفافية. السير فقيه ماشي اول مره ضغط على اللاعب باش يوقع الغريم، وانما كان دارها قبل باش يمشي بنظام الاعاره، ولكن جرد قاسي وواضح وضوح الشمس من اللاعب. نبيع الخضره في السوق وما لبست توني ديال الوداد، كنظن بلي هذا الجواب ما خاصه لا شرح لا تحليل لا والو، هو كيشرح راسو براسو. هذا البلان ديال عسل ان شاء الله غيسالي عاجلا ام اجلا، في ظل رغبه اللاعب والاصرار ديالو باش يلعب في الراجا، وحتى حنا غادي نكونوا مع الفريق والمكتب في صف واحد، وان شاء الله غادي تحقق لي هذه الرغبه. ولاد الفقا يكمل في الطغيان ديالو، خاص اللاعب يقطع التدريبات ويتمرد على الفرقه، ويقصد الجميع يفسخ العقد ديالو من طرف واحد، الا كانت فعلا الرغبه ديالو كبيره باش يلبس توني ديال الراجا، الرجال بالرجال. واش كصحابك عسال اول واحد؟ لا هو ما باعوش حتى هو لقى اهتمام من المكتب ديال الراجا، ولكن ترفض من طرف السلفقيه. علاش؟ حيت بغى يدير الوداد. ما فهمتش هاد السياسه اللي غادا بها الكره في هاد البلاد. واش هذا لاعب مسيني كونترا بروفيسيونيل مع الفرقه، ولا عبيد مسيني مع الخدمه يدير فيه ما بغى؟ دابا حنا اي لاعب عنده كونترا مع شي فرقه خصنا نحرمو يلعب في الراجا. الا كان السيد باغي يلعب في الراجا، علاش ما تحترموش الرغبه ديالو؟ هذا هو السبب اللي كان كيقول بدراوي في اخر تصريح ليه، هو علاش ملف الانتداب تعطل وخذا الوقت بزاف. الا عقلتو كان قال راه ساهل يكون لاعب ليبر، دغيا كتغيز كتتفق مع الراس في الراس وكتسيني معاه. اما اللاعب اللي عنده كونتر مع فرقته كتتفق مع اللاعب وخاصك تمشي تتفق مع فرقته. وكيف مشتو على سبيل المثال، هاد الفرقه اللي مبغاش تطلق اللعابه ديالها يمشيو فين ما بغاو حيت خايفين يغضب عليهم البوس. المهدي مبارك علاش ما دويتش عليه؟ حيت الدري ودادي وباغي يلعب في الوداد. واش غنسبو؟ واش غنعايرو؟ واش غنتاقدو حيت ما بغاش يجي الراجا؟ لا، كل واحد والرغبه ديالو، وكل واحد خاصو يحترم الرغبه ديال واحد اخر، وهادشي اللي ما كاينش في هاد البطوله. حرام تقول على احترافيه وهاد الكلمه اللي كاينه غير في القول، اما الفعل ما كاينش الاثر ديالها بتاتا. واش تمنع لعاب يمشي لواحد الفرقه واش هذا احتراف؟ واش بغيت دير لعاب صحه لشي فرقه هو ما باغيهاش واش هذا احتراف؟ مادام البطوله باقي فيها هاد السوسات وهاد الفعيل، عمرك غادي تحلم بها تكون احترافيه. واخا تبني تيران ناج واخا تهلا في الفراغي، واخا تجيب ميسي ورونالدو. ونجيو لواحد الشخصيه اخرى اللي هو محمد هوار رئيس مولوديه وجده، اللي حتى هو بنفس الفعل اللي دار الفقيه منع ياسين البحيري باش يسيني في الراجا. نوضحوا الصوره باش نفهموا كاملين. البحيري باقى ليه عامين في كونترا ديالو مع وجده حتى 2024، الراجا بقياده البدراوي قصد البحيري بغرض يسينو معاه. اللاعب عجبو العرض واتفق مع الراجا على كاع البنود والتفاصيل ديال العقد اللي غيكون 3 سنين. واخا شنو باقي دابا؟ مادام اللاعب باقي كونترا مع فرقته، دونك خاص الراجا تمشي تقصد الرئيس باش تطرق مع المسمار. الراجا صيفطت لوجده العرض ديالها، واللاعب قال للرئيس باش يناقش عرض ديال الراجا وانه صافي اختار الوجهه ديالو. اشنو دار هذا الرئيس؟ بعد رساله وصلته من شخص مجهول اكيد عرفته،
دار عين ميكا بحال ما وصل حتى شي عرض وخرج في الباش كيقول باللي العرض الوحيد اللي وصلوا على البحيره هو ديال الوداد. واخا ما كاين باس تبع الكذاب حتى لباب الدار. ناض البدراوي زمط ليا ظهور خنقو ديال بصح قال لي واخا ما سمعتيش العرض الشفوي ديالنا ها قرا هاد الكتاب عاوتاني اللي بغيتي موجود. مسكين السيد عرف في بلاصتو ما عرف ما يدير حاجه عاديه ما بغاش يخسر لسيدو. هو مشى عند البحيره يطلبوا باش يتسنى مازال شويه ويناقش عروض اخرين. الجواب ديال البحيره كان هو الرفض. في نظركم هو مناش خايف لي تذكر رقم واحد؟ هو كان صرح بلي مولوديه وجده كتعيش ازمه ماديه وباغي ينقذها من هذه الازمه قبل ما يمشي. ايوا راه هذه هي الوجيبه حتى الجمهور ديال وجده راه باغي يشوف فرقته واقفه على رجليها. ولي تذكر رقم جوج عرض الرجاء هو العرض الاقوى بين كاع العروض. في الاول والاخير خاص الجمهور يعرف بلي البدراوي ماشي هو اللي تعطل على موضوع الانتدابات والاعلان عليهم بل هاد الاسباب هما اللي عطلوه باش يقضي الغرض دغيا ويعلن على الصفقات. وحتى هو ما كرهش يقضي الغرض ويعلن عليهم ويرتاح. هاد التفريق اللي ما نجحاتش لبعض الجهات في حمله اسقاط البدراوي من الترشح للرئاسه حيت صدينا ليهم كاملين كجمهور كامل وموحد كيعاودوا يشنوا هاد التفريق بيناتنا عاوتاني باش يحاولوا يطيحوا هاد السيد. حيت بكل بساطه كنا عارفين وما في الدوس وما جايبش معاه مشروع رياضي ومادي يعاون به الراجل باش ترجع كون ما عبروهش كاع وعطاوه اتساع. واحد السؤال غادي ياكد لك في دماغك هاد الهضره. في نظرك علاش محفوظ واللي سبقوه ما داروش عليهم هاد الحمله بهذا الشكل؟ غيكونوا زعما جاو الراجل بغرض يرجعوه كيف كانت؟ دور مزيان في راسك و الى لقيتي الجواب قولوا لي لتحت انا كنتسناك. وإلى هنا الإخوان أكون وصلنا للبلاكة. كنت اقترحت عليكم ستوري انستغرام على موضوع الفيديو الجاي. الأغلبية قلتوا لي ندوي على هذا البلان ديال البحيرة وعسال وهاني البيت لكم الطلب ديالكم. إلى وصلتي حتى لهنا ما تنساش خلي لي لايك وشي كومونتير زوين وبارطاجي الفيديو ضروري. راه بادين حملة ناضية ومالهم غير هما اللي كيعرفوا يديروا علينا حملة نزربوا عليهم حتى حنا بشي كونطراطا. ودوزوا عند الانستغرام وفيسبوك وحتى جروب فيسبوك غتلقاو اللين تحت في الديسكريبسيون. هذا مكان ما تنساوش لي دوك ثلاثة الحوايج صالة والدين الراجا عمرك تفرط فيهم وديما كونوا على القاس.